حياكم الله مرة تانية في برنامجكم تيك توك اللي بنقدم فيه اليوم لكل محبي البلاك بيري، البلاك بيري 9790، مثل ما نشوف هنا على اليسار 9780 وعلى اليمين 9790، بشكلهم تقريبا متشابه، بس بنلاحظ هنا ان سماكة ال 9780 شوية اسمك عن ال 9790، مثل ما نشوف هنا ال 9790 انحف وشكله جميل ورائع، مما يعطي مميزة جميلة في ان وزنه بيكون اكيد اخف، ديزاينه حلو سهل الواحد انه يتنقل فيه، وفي نفس الوقت مثل ما ركزنا ان الوزن بيكون فعلا في فارق في الوزن. بنرجع مرة تانية لـ 9780، شوية شوفوا لاحظوا انه اسمك من الـ 9790، وفي نفس الوقت بيعطينا وزنه اثقل من 9790. لوحة تحكم سلسة وجميلة، شكله رائع، اكيد ما في خلاف على هذا، والمميزات فيه مثل ما هي في الـ 9790. بنشوف هنا الـ 9790 لوحة التحكم جميلة كيرفي مميزة، ما بتلاحظ فرق عنه عن الـ 9780، بس ونفس الشيء حتى الأيقونات مثل ما هي. بس في هنا حاجة مميزة في هذا التليفون وهو الـ Operating System. هنا الـ Operating System اللي في الـ 9790 Operating System number 7، وهذا عطى ميزة وخاصية جدا مميزة للبولد 9790، بحيث أصبح ممكن تتعامل مع هذا التليفون عن طريق لوحة التحكم الموجودة فيه، وأيضا ممكن عن طريق التاتش سكرين. فمثل ما نشوف هنا التاتش سكرين تتحكم بالأيقونات بشكل سلس ورائع، تتنقل وتتصفح وتختار بكل أريحية. إذا عطاك خاصية الـ Operating System number 7 إن صار عندك لوحة تحكم، وأيضا في نفس الوقت ممكن تتحكم فيه عن طريق اللمس. والحلو في هذا التليفون وهذا الـ Operating System number 7 إنه أسرع، ممكن ويتجاوب معاك بشكل أحسن ورائع. نشوف هنا كيف التنقل بين الصفحات بشكل رائع وممتاز، وهذا اعطانا خاصية ايضا ان عندنا التاتش ماوس ممكن نسميه، فعلا رائع. مثل ما شفنا شكله جميل ورائع وديزاينه حلو، ففعلا تجربة رائعة، ننصحكم باقتنائه.